مولانا الروم أيضا للمرة الثالثة اليوم أو الثانية، قدس الله سره، كان يقول هذا الكلب ليس كلبا حقيقيا. لأن الكلب الحقيقي أعزكم الله تلقى إليه إيش؟ العظام وبعض اللحم والجلود تلقى إليه، المسكين فقير. لكن هذا الكلب يقف بالباب ولا يعطى. لماذا؟ لأن الله لا يخدع، لأنه ليس كلبا حقيقيا. هو يظهر الكلبية، يعني يظهر التواضع والخشوع والبخوع لله، فقط من أجل ماذا؟ من أجل محمدة الناس، من أجل مولادنا وسيدنا. أهلا سيدي، ادعي لي سيدي، ارقيني سيدي، لا تنساني من صالح دعك، وهذا الذي يريده. نوع من الامتياز على الناس، عجيب، شيء مخيف مرعب. قال هذا الكلب ليس كلبا حقيقيا، ولذلك لن تلقى إليه العظام، لن تلقى إليه العظام. وهذا الطير ليس طيرا حقيقيا، هذا طير من ورق، طير من معدن، شكل طير، ليس طيرا إيه حقيقيا. لا، هم يريدون أن يتحققوا، أن يكونوا إيه الشحاذين الحقيقيين على باب الله، العباد الحقيقيين لله لا لأنفسهم. في نهاية المطاف يكتشف الإنسان ما أنه ماذا؟ أنه كان يبحث عن نفسه، وأنه كان يعبد نفسه، وأنه كان يريد نفسه ولا يريد إيه؟ ربه، والعياذ بالله.